أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال. لكن النهي الثاني خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.